بس يا جماعة الوضع سيء جدا. ده مترو نوكوفا في خاركوف، أنا بحاول أغطيلكو أكبر صورة يعني على قد ما أقدر وكده، يعني لأن شبكة الإنترنت مش أحسن حاجة تحت المترو. فلازم يكون في موقف سريع مع المنظر ده. هي دي بس محطة واحدة من محطات كتير، يعني في محطة يونيفرسيتيت، في اللي عند الجامعة، في محطة ديرش بروم، في كذا محطة، بس دي محطة واحدة منهم. باقي المحطات يعني مش عارف أصورها لأن في حظر، مش هينفع إن أنا أطلع لمحطة تانية أو اتنين لمحطة تانية. غير كده المكان مش أمن، يعني مش أكتر مكان آمن يعتبر، ما تعرفش الأشخاص الموجودة، ممكن يكون فيه أشخاص مش كلهم مدنيين أو المترو نفق طويل جدا، غير اللي فوق على السلالم، غير اللي بره. دول طبعا أجانب مختلف الجنسيات، وبرضو أوكران، وفي مصريين. موجنا بس، ودي هما حنفيات زي عاملينها عشان الشرب وكده في المترو، يعني بيحاولوا يساعدوا برضو الأوضاع شوية، بس برضو الوضع صعب، يعني ما فيش حد يقدر يستحمل الوضع ده لمدة طويلة، فلازم قرارات سريعة. بس دي بداية المحطة يعتبر، وده بره، ده المخرج اللي بيطلع بره المحطة. ياريت بس لو حد شايف البث حاول يساعدنا يوصل صوتنا، وان احنا خايفين، احنا مش عارفين ننام، بقالنا من لما حصل الضرب ما حدش عارف ينام. لازم نحاول نوصل لحلول سريعة. وانا بناشد الرئيس ان هو يحاول يوصلنا لحلول سريعة برضو، ان الوضع هنا خطير جدا جدا، وبعض الاخبار مش مؤكده بتقول ان هو يعني القصف، كل شويه بقى في اخبار ان القصف بيبقى على المدينه كلها، بيبقى في اماكن معينه، بس حاليا في خبر ان القصف هيبقى على المدينه كلها من الساعه 1. بس دلوقتي حاليا عندنا 12 و18 دقيقه، فاحنا كل شويه قاعدين في الرعب ده، اللي هو شويه قصف شويه، احنا كل شوية بنسمع صوت قصف، صوت مرعب جدا.
دي صورة كده مصغرة للي بيحصل في المترو. في متروات تانية يعني ليها فيديوهات وصور أصعب من كده بكتير يعني، فالموضوع لا يحتمل. بس تمام، فياريت حد يساعدنا غير كده. كان في قانون ان انا يعتبر اللي هو سمحوا بيه ان هم المدنيين ان هم يشيلوا سلاح وكده، احنا ما نعرفش برضو مين معاه سلاح مين مش معاه سلاح. الحاجات دي كلها برضو اللي هي تخوف كده، احنا مش مطمئنين في الوضع ده. بس احنا بنناشد الرئيس اننا ابنائك وابناء الجالية المصرية والسفارة المصرية مسؤولة عننا، المفروض تلاقي حل سريع للموضوع ده اسرع وقت. ان شاء الله احنا واثقين فيكم زي ما الجالية المصرية بتحاول تساعدنا هنا بقدر استطاعتها، واثقين في السفارة المصرية انها تلاقي حل في اسرع وقت. انا سايب الوضع يتكلم والصورة تتكلم، بس يعني اهالينا قلقانين علينا كلنا، قلقانين كلمة قليلة مرعوبين علينا كلنا. بس فاحنا ابنائك يا ريس، ولازم تلاقي لنا حل بسرعة في الوضع ده. بصوا زي ما انتم شايفين كل واحد جايب الميه بتاعته والاكل بتاعه، فبالعدد المهول ده مفيش اي مكان بيبيع اي نوع من المنتجات الغذائيه نهائيا. يعني اي واحد هيخلص منه اي حاجه، فمفيش، هو بس يا دوبك في ميه هنا وبس، غير كده اكل واي حاجه مفيش. يعني حتى في صور السوبر ماركتات كانت بالنهار وكده، مفيش عيش مفيش اي حاجة، البنوك مفيش صرفات مفيش تحويل عملة مفيش صرف اي حاجة. فالوضع سيء جدا جدا.
غير كده كمان الجو في المترو نفسه مش يعني الجو برد برد جدا، و النوم على الارض في البرد ده يعني برد اوروبا معروف، الجو تلج بيبقى درجة الحرارة بالسالب، فالوضع صعب. Thank you.